أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم من يا هلا، مواكبة وتغطية للقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت اليوم في الرياض، حيث نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد رأس القمة وافتتح أعمالها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هي أجمل ما يمكن أن نفتتح به تغطية هذا المساء من يا هلا للقمة العربية الإسلامية. نتابع تفاصيل هذه الكلمة ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والدولة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن نرحب بكم في بلدكم الثاني مملكة عربية السعودية. تنعقد هذه القمة امتداداً للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وتجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادف لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل منظمات إنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. ونعرب عن إدارتنا للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه. وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. الحضور الكرام، لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدارة العدوان الإسرائيلي الآثم وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام والاعتراف بدولة فلسطين، وحشدنا الاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع على الأراضي الفلسطينية. كما أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج الذي استضافت المملكة مؤخراً اجتماعها الأول، وندعو بقية الدول للانضمام لهذا التحالف. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أهمية مواصلة جهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما نؤكد ضرورة المحافظة على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونتطلع أن تسهم هذه القمة في تحقيق ما نصب إليه جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهود كبيرة جدا، كلمات مهمة، حوارات أكثر أهمية. أعيد وأكرر أن هذه الحلقة تأتيكم بشكل خاص اليوم من يا هلا لمواكبة القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الكريم هنا في الاستوديو، الباحث والأكاديمي السياسي المعروف وصاحب الصوت السياسي الجميل الدكتور عايد المناع، الذي يشرفنا ضيفا كريما على المملكة العربية السعودية وروتانا خليجية وبرنامج يا هلا. دكتور مساء الخير، شكرا لقبولك الدعوة. مساء النور، وشكرا جزيلا على المقدمة الجميلة. وأنا ماني ضيف، أنا واحد منكم الحقيقة، وتشرف فيكم. أنت من الأهل ومن أهل الدار دكتور، وتشرفنا دائما وأبدا. دكتور، القمة افتتحت اليوم، افتتحت أعمالها، استمعنا إلى كلمة سمو ولي العهد. في البداية بأخذ قراءتك لكلمة سمو ولي العهد، وبعدها نتجه إلى محاور القمة الأخرى. أنا أعتقد أنه هذه الكلمة القصيرة المركزة قالت كل اللي في بال العالم الحقيقة. يعني هذه الكلمة أدانت العدوان بكل أبعاده،
وحتى على إيران الحقيقة، وهذا يمكن البعض يستغربها يعني، لكن لا تستغربها الحقيقة، على قيادة رشيدة وعاقلة وناضجة وتعرف أهميتها هي أيضا في العالم. الجانب الآخر الحقيقة أنه التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بحريته ووقف العدوان بكل الوسائل المتاحة، والعمل على تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وهذا طبعا بالتأكيد يعني لصالح الشعب الفلسطيني. أيضا الحقيقة سمو الأمير أشار بشكل واضح إلى أنه حل الدولتين، يعني هذا الحل الحقيقة هو حل من الأساس سعودي، يعني يمكن أن سمعنا في الانتخابات الأمريكية وقبلها الحقيقة الرئيس بايدن كان يتحدث عن حل الدولتين، لكن هو بالأساس هو الحقيقة كان للمملكة الملك عبد الله رحمة الله عليه عندما كان ولي العهد طرح هذا الحل، وتم تبنيه من قبل القمة العربية في مارس عام 2002 في بيروت بأنه يكون هناك حل يقوم على قرارات الشرعية الدولية، وهي القرارات التي نصت في عام 1967 القرار 242 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 4 من يونيو حزيران 1967، وأيضا بعد حرب أكتوبر 73 جاء القرار 338 لينص على ما نص عليه القرار الأول، وهناك قرارات دولية أخرى الحقيقة كلها تطالب بأنه يتم إنصاف الشعب الفلسطيني. هذا الحقيقة تبنتها المملكة العربية السعودية، ويمكن أسجل الحقيقة حتى الملك فهد عندما كان وليا للعهد في مطلع الثمانينيات طرح هذا الموضوع، وتبنى ياسر عرفات تبنى وأعلن قيام دولة فلسطين في هذا الجانب أنه قيام دولة فلسطين إلى آخره. لذلك اليوم هذا الطرح هو الأنسب للعالم. هناك من يطرح من البحر إلى النهر، هذا كلام الحقيقة المراهقين سياسيا، يعني في ظل الأوضاع وموازين القوى هذا غير وارد إطلاقا، ودنا أنها تتحرك الفلسطين، لكن هذا لا يعني أنه إحنا نريد الآن الممكن. الممكن هو حدود 4 من يونيو حزيران 1967 بقيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية وعلى غزة والقدس الشرقية، وتكون عاصمة القدس الشرقية، وبالتالي يعني نوجد دولة للفلسطينيين تضم الفلسطينيين إلى جانب دولة للإسرائيليين اللي يسندها الغرب بكاملة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أنه بعد هذه القمة، بعد هذه الكلمات الحقيقة اللي كلها سارت يمكن على نسق كلمة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، أنه لابد من أن يكون هناك توجه للضغط على المؤثرين على إسرائيل، وهم الحقيقة الولايات المتحدة والغرب. وللأمانة والتاريخ وأقولها بدون مجاملة ويعني واقعيا وقدام عيوننا على ما نقول، أن الدبلوماسية السعودية يعني حشدت تجمع دولي لصالح القضية الفلسطينية. اليوم في مجاميع دولية الحقيقة تسند القضية الفلسطينية، ما لا يقل عن 149 دولة تعترف بفلسطين كدولة، ومجموعة الدول الأوروبية التي بدأت الآن تتجه هذا الاتجاه، كل هذا بجهد الأشقاء العرب وبالذات الحقيقة الخليجيين وفي المقدمة السعوديين للأمانة والتاريخ. نعم، بالحديث عن الدبلوماسية السعودية اللي تحدثت عنها يجي الكلام مباشرة على محور التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. إذا ضمينا هذه الجهود اليوم إلى القمة اللي عقدت اليوم، إلى قمة ما قبل سنة من الآن وكانت فلسطين ثابتة ومحورية وحاضرة فيها، ما النتائج المتوقعة؟ خلني أقول دكتور في القريب القادم. نعم، أنا أتوقع بالفعل يعني من هالقمة هذه، وخاصة أن جربنا القمة السابقة وإسرائيل لم ترتدع إطلاق الحقيقة، بل زادت شرا وعنفوانا. اليوم مطلوب أنه هذه القمة بمكوناتها العربية والإسلامية مع التحالف الدولي بأن وأصدقاء العرب والمسلمين وغيرهم الحقيقة، يعني أكبر نسبة من العالم، أن تضغط باتجاه
أنه اللي من يريد لإسرائيل أن تبقى وأن تعيش بسلام عليه أن يضغط عليها لإقامة دولة فلسطينية. بدون ذلك ستبقى الأمور الحقيقة في حالة لا حرب ولا سلم، وغالبا حرب أو صراعات مسلحة. نعم. إذا قلنا يا دكتور إن العالم اليوم وبالذات قادة الرأي السياسي أو القرار السياسي في مواجهة أمام إحلال السلام ودعمه بعد كل ما 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 تبناه القادة العرب والمسلمين، يكون طرحنا منطقي جدا ولا مبالغ منحاز؟ بالتأكيد منطقي وقانوني، لأنه القرارات الدولية تسندك. يعني لما طرحت لك القرار 242 نص صراحة، اللي صاغ اللورد كارادون مندوب بريطانيا في ذلك الوقت في الأمم المتحدة، هذا القرار ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، والأراضي العربية المحتلة كانت في مصر، في سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وبالتالي الانسحاب من والجولان بعد. كل هذا يتطلب الانسحاب منا بموجب هذا القرار. اليوم احنا نتكلم عن القضية الفلسطينية، طبعا هذا لا يعني أننا الجولان لأنها محتلة بصرف النظر عن يعني الخلافة والشغلات مع أي نظام. هذه الدولة الفلسطينية شعبها يريد أن تقوم دولة، وناضل وقدم تضحيات أيضا على الأقل من 1948، وفعليا من 1965 عندما انطلقت حركة فتح في الأول من يناير في تلك المرحلة، والمنظمات الفلسطينية وما واجهته وإلى آخر. لذا لذلك إذا أريد لهذا الإقليم أن يعيش بسلام لابد من إقامة دولة فلسطينية، حتى اللي يختلفون معها وحتى الذين قد لا يرونها. لكن عندنا مشكلة، وهي أن للأسف الشديد أصبح في إسرائيل متطرفين يعني يزايدوا على المتطرفين اللي عند غيرهم. يعني هؤلاء المتطرفين سموتريتش مثلا ينادي بأنه ما في دولة فلسطينية، ما في فلسطين أساسا، شايف؟ بن غفير نفس الشيء، هذا رئيس الأمن أو وزير الأمن نفس الشيء متطرف. نتنياهو يفاخر بأنه عطل قيام الدولة الفلسطينية وأنها لن تقوم مدام هو يتولى السلطة. هذا هنا على أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والغرب أن يضغط بأنه العالم مش غابة، العالم في قوانين تحكمه وقرارات دولية مثل ما تريد أن تحترمها يحترمها الآخرون عليك أن تحترمها أنت. نعم. والخطابات اللي اليوم للأمين محمد بن سلمان وكل القادة أكدت كثيرا جدا على حقوق الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، هذه يجب أن يعيها الآخر. نعم. يعني هذا الطرف عليه أن يعي أن ما الذي جعل هناك جبهة لبنانية، ما الذي جعل هناك حوثي، ما الذي جعل هناك ميليشيات عراقية، ما الذي جعل هناك حماس، هو هذا التطرف الصهيوني أعطى للمتطرفين عندنا أنهم يعني يتعيشوا على هذا الموضوع. بل أنا أزيدك، داعش كاد أقامت من سوريا شرق ومن العراق غرب، أقامت دولة بحجم بريطانيا. هذه الداعش لولا الضرب الدولي المتشدد بما فيها العربي بالمناسبة حقيقة، ونذكر الطيارة الأردنية اللي حرقوه، لو ما كان هذا الحقيقة التحالف الدولي لكانت يمكن داعش توسعت أكثر. هل يريد الغرب أن تطلع لنا كل شوي هذا النوع من النماذج واللي يسبب الحروب والصراعات؟ إذا في هذه الحالة احتمال أيضا الخطر على إسرائيل مهما كانت قوية، وأثبتت الحروب الحالية. نعم إسرائيل تحقق انتصارات وتقتل كثيرين وعندها أفضل سلاح، ولكنها لا ترتاح. بالتالي يعني اليوم شمال فلسطين المحتلة أو إسرائيل كما هي مسمى الآن، أكثرها مناطق خلص خلت من السكان، لأن السكان راحوا إلى مناطق آمنة. طيب إذن أنت حتى تأمن لابد من أنك تحل الإشكالية الفلسطينية حتى لا يكون هناك مبررا لاستمرار الصراع، وحتى إذا هناك من حاول أن يقوم بعمليات تقول له انتهيت، دولة فلسطينية قامت والفلسطينيين هذه أراضيهم والإسرائيليين هذه أراضيهم. أقروا العرب بإسرائيل، يعني مصر والأردن وبعض الدول العربية قرت بإسرائيل، بقي
بعض الدول الخليجية الإمارات البحرين اعترفوا. بقي هناك دول للأمانة وسجلها بحروف من نور للمملكة العربية السعودية أنها ربطت الاعتراف بإسرائيل والتطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية بحل الدولتين، أن يكون هناك دولة فلسطينية مقابل الدولة الإسرائيلية، وهذا أكثر نفعا وجدوى للقضية الفلسطينية من كل الصواريخ اللي رايحة جاية والتي أحيانا لا تصيب هدفا. تسمح لي أخذ فاصل ونكمل حبيبي؟ فاصل ومكملين معكم ومع الدكتور عادل المناع وهذه الحلقة الخاصة من يا هلا تغطية للقمة العربية الإسلامية. حياكم الله مجددا في يا هلا وفي هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم تغطية للقمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم في الرياض. ضيفي ما زال الدكتور عادل المناع. دكتور أرحب فيك مجددا. حياك الله بالرحمة. اليوم اجتماع القادة العرب والمسلمين وفي الوطن العربي والإسلامي الكبير المملكة العربية السعودية وإصدار كل هذه الخطابات الواضحة والصريحة والشجاعة، ما الصورة والرسالة التي ستنقلها هذه الصورة ككل للعالم؟ نعم، أيضا البيان الختامي اليوم الحقيقة اللي ألقاه معالي وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، وأيضا شارك يمكن أمين العام الجامعة العربية والأمين العام للتعاون الإسلامي وكل الحقيقة الفعاليات، كل الكلمات الحقيقة أجمعت على اتباع الخط السعودي في هذا الموضوع. الكلمة سمو الأمير الافتتاحية في هذا الجانب، الكل أكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي نهائيا. نعم إسرائيل كان يمكن ظاهريا رد فعل على ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن فعليا الحقيقة تعدت رد الفعل إلى العمل الانتقامي الحاقد، الهولوكوست الفعلي في غزة، يعني دمار الحقيقة للبشر ودمار للحجر، وهذا طبعا ما يدعو إلى ضرورة أن يتضافر العالم لوقف هذا العدوان. لذلك نجد كل الكلمات تدعو إلى وقف العدوان وإلى انسحاب إسرائيل من غزة وأيضا وقف العدوان في الضفة الغربية الحقيقة التي تتعرض أيضا لمذابح وإلى توسع استيطاني سرطاني في الضفة الغربية الحقيقة. طبعا انضاف إلى ذلك فيما بعد الجبهة اللبنانية وأيضا الصراع مع إيران وتوجيه الضربات لها، وهذا يمكن جاء في كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان أنه إحنا ما نقبل على إيران أيضا، يعني لا نريد أن يكون هناك سجال حرب في هذه الجوانب، دولة ذات السيادة ينبغي أن تحترم ولا تتعرض إلى الخطر. هذه أيضا على الإيرانيين يلتقطوها ويبدو في صفحة جديدة في علاقات طيبة مع دول الجوار وبالذات مع المملكة العربية. جميل. دكتور اليوم في لغة الخطاب السياسي حينما تسمى الأشياء بمسمياتها الواضحة بدون أي تفعيل لدبلوماسية معينة، تمام؟ كيف يؤثر هذا في القرار السياسي؟ أقصد العدوان الإسرائيلي، الإبادة، حق الشعب الفلسطيني، مسميات واضحة وصريحة، كيف تؤثر في اتخاذ القرار السياسي وفي المشهد ككل؟ البعض يعتقد أن الإسرائيل يتأثرون، لا يتأثرون، يعني أنت أيضا الحقيقة المواطنين الإسرائيليين كثير منهم هاجروا وراحوا يعني نتيجة هذه الصراعات، يعني ما نقول كل الأغلبية لكن نسب كبيرة. أيضا انشلت القدرة الاقتصادية لإسرائيل، لأنه تعرف إسرائيل تعتمد أنه المدني جيش والجيش مدني في هذه المسألة. لذلك أنا أعتقد أنه على العالم اليوم أن يعي أنه هذا التجمع اللي حصل في الرياض في العام الماضي وهذا العام هو ينم عن مرحلة جديدة، هذه المرحلة حتما تعني أن هناك كتلة كبيرة من العالم العربي والإسلامي وأيضا من الأصدقاء مثل التحالف الدولي اللي يعني عملت عليه السعودية خلال الفترة الماضية. كل هذا يؤكد أنه إذا لم تحل القضايا بالوسائل السلمية قد يتحول الوضع إلى مواقف أخرى. يعني اليوم هذا العالم اللي جاء وألغى الخطابات هنا ما هو عذره عن عدم تنفيذ ما تمت المطالبة فيه، وخاصة أن مطالب فيه هو شرعي وقانوني وليس تجني على أحد، يعني قرارات دولية يا أخي فعلوها، عدوان أوقفوه، هل أحد يقر العدوان؟
هل أحد يقر قتل البشر؟ هل أحد يقر تدمير مدينة كاملة أو يعني قطاع كامل أو مناطق أخرى؟ هل أحد يقر مصادرة حقوق الناس؟ لا الأديان ولا القوانين الدولية ولا القيم الإنسانية تتطلب ذلك. محكمة العدل الدولية كانت واضحة بشكل واضح، جرمت إسرائيل. طيب ماذا تنتظر إسرائيل إلى ذلك؟ هل هي تريد أن تناطح العالم؟ اليوم تعتمد على الولايات المتحدة وعلى الغرب وهو إلى آخره، لكن من قال أنه هذا الاعتماد نفع طوال 75 عاما الآن وإحنا صراعات ما انتهت؟ فممكن أيضا يكون هناك 75 عام، لكن على الإسرائيليين أن يدركوا أن ليس لهم إلا الحل، وأعطيوا الحل. السعوديين قالوا لهم الحل حل الدولتين، واعتراف من أكبر قوة عربية وأكثر قوة حضورا أن إذا تم هذا تأكد أنه في دول أخرى ستسير على الخط، وبالتالي ترتاح وتريح على ما نقول، تنهي هذه الصراعات المسلحة وتعيش مع مجتمعات على الأقل تقبلك ولو على مضض، ولكن لا تتحارب معك. نعم. أخيرا دكتور، يعني أنت يعني أفنيت عمرا جميلا خلني أقول في المجال وفي المشهد السياسي. نعم. على مختلف المراحل، الحكام، الملوك، الأزمنة، ماذا يعني ثبات الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد هذا مبدأ، هذا مبدأ الحقيقة، يعني هذا ليس وليد اليوم، أجدادك في مقابرهم في حي الشيخ جراح بالقدس وفي فلسطين من سنة 48 قاتلوا، وعرب آخرين، الكويتيين تبرعوا على حالهم البسيطة في ذلك الوقت، تبرعت النساء حتى بذهبها من أجل فلسطين، كثيرين، عاطفتنا العربية والإسلامية جياشة. هذا الموقف يروى طبعا أن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان يقول لي أنتوا لا تحثون الفلسطينيين على أن يغادرون ديارهم. لكن الحين بعض العرب يعتقدون أنه خلاص نبيد إسرائيل من خلال القوة العسكرية، يعني هذه طموحات ما تتحقق. قال خلوهم في ديارهم، عطوهم بواريد وزودوهم يعني التموين والمتطلبات. لماذا؟ لأنه لو ثبتوا لصاروا اليوم هم الأغلبية يعني في النهاية، وبالتالي هذا ما لا تريد إسرائيل. إسرائيل الآن لماذا تحرص على التهجير؟ لأن يخلي لها الأرض، وبالتالي هي تعمل على الرعب. يعني كانت في 48 دير ياسين وغيرها أوجدت حالة رعب، صحيح انقتل عدد من الناس، ولكن الرعب كان أكبر من هذا، حتى الناس تفر وتترك. هل اللي حصل في غزة وسجل لمصر في هذا الجانب الحقيقة أنها ما فتحت المجال للغزيين بأن يغادروا؟ طبعا أنا ما كثيرين ما راح يروحوا، ولكن نسبة كبيرة راح تروح، هذه بشر في النهاية، شايف؟ إنما هذا الموقف المصري المدعوم سعوديا وعربيا بالذات خليجي وأردني وإلى آخره، هذا أدى إلى أنه ما نفتح الحدود، وبالتالي تبون تبيدوهم وبيدوهم، بس ما راح يقدرون يبيدونهم كلهم. هم يريدون يخلون الأرض، يريدون أن الفلسطينيين يغادرون حتى يحل بدالهم المستوطنين. وهذا جوتريش سموتريش يتحدث عن هذه اللغة، أنه نخلي هذه الأرض، نفس الشيء بن غفير وغيره يريدوها أن تكون أرض بدون ناس حتى يأتي هو بالناس. هو الآن والناس موجودين فيها صادر الأراضي، فما بالك لو أنها خلت. لذلك الحقيقة هذا الموقف السعودي تاريخي، وأنا أعتقد مثل ما قلت لك في البداية أنه هذا الحل العقلاني، حل الدولتين، المزايدات والخطابات الثورية الغير واقعية ما تحل المشكلة. الحل المشكلة وأنه العالم اليوم يتفهم أنه والله يا أخي في دولة إسرائيل موجودة، نعم موجودة، طيب مقابلها ماذا؟ في مقابلها دولة فلسطين اللي من ناحية القانونية وقرارات الشرعية الدولية موجودة، لكن من ناحية الفعلية إسرائيل تعيق، مع أنه موجود سلطة فلسطينية لكنها أيضا معاقة، ومن أعاقها هو إسرائيل بالأساس، وجت حماس لتعزز هذا الجانب للأسف الشديد. دكتور
دكتور شكرا جزيلا لك كل حضورك معنا في أهلا. شكرا للدكتور عايد المناع. واحة الإعلام هي واحدة من الأفكار الإعلامية المبتكرة من كم سنة من وزارة الإعلام في كل الأحداث الكبرى اللي تقام في المملكة العربية السعودية، وفيها يجتمع كل الإعلاميين الذين يحضرون لتغطية القمم والمؤتمرات والمناسبات بمتابعة وإشراف واهتمام من معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري. كاميرا يا هلا كانت في قلب الحدث، أخذت حوارات مع مجموعة من الإعلاميين العرب والمسلمين. خلونا نشوف ونرجع نعلق. عقد هذه القمة العربية الإسلامية الذي نعتقد أنه يكتسي أهمية بالغة لعدة اعتبارات لها علاقة بالتطورات والتحولات على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذه المتغيرات خلقت نوعا ما من تحريك المشهد الجيوسياسي في المنطقة، وبالتالي باعتقادي أن القيادة السعودية كانت سباقة في استشعار طبيعة هذه المتغيرات التي نذكر منها الساكن الجديد للبيت الأبيض الأمريكي وتأثيرات ذلك على مجمل التوازنات، وكذلك أيضا طبيعة تطور الأوضاع سواء كان في قطاع غزة الفلسطيني أو على مستوى لبنان في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل. المؤتمر يأتي في وقت الحقيقة عصيب على ما يمر فيه إخواننا في غزة وأيضا في الجنوب اللبناني، وأنا أعتقد أن جهود المملكة العربية السعودية جاءت لتوحيد الصف العربي والصف الإسلامي لمواجهة الضمير الإنساني والدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني في ما يقوم به من أفعال لا تمت بصلة يعني الأمور الإنسانية التي من الواجب على الجميع الحفاظ عليها، خصوصا الدول التي تعتقد بأنها هي التي تنادي في حقوق الإنسان وهلم جرى. وبالتالي أن هذا المؤتمر يريد أن يوضح بأن نحن دعاة سلام ولا دعاة حرب، ونريد أن نحل هذه المسألة بسلام وفق منظور الذي توصلت له هذه الدول العربية والإسلامية من حل الدولتين وفق يعني منظور 1967، ولتكون للفلسطينيين دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. وهناك مسألة أيضا مهمة، إيقاف هذه آلة القتل ووضع الأمور على الطاولة السياسية للتفاوض من خلال اللقاءات التي ستحدث، خصوصا بعد التغير في المشهد العالمي بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة. هذا يجب أن يعني العالم الإسلامي يريد أن يوصل رسالة من خلال المملكة العربية السعودية التي شئنا ما بين هي التي تقود القرار الإسلامي في هذا السياق، تريد أن توصل رسالة بأن كفى لقتل الفلسطينيين بهذه الطريقة، وكفى لتحطيم الجنوب اللبناني، ولا ندري إلى أي مدى سننتظر أن يعني تعج المنطقة في مواجهات إقليمية كما حدث ما بين إيران والكيان الصهيوني. هذه كلها رسائل الحقيقة يجب أن تصل من خلال المؤتمر، ونعتقد البيان الختامي أيضا سيوجه إلى المسائل الإنسانية ومساعدة إخواننا في غزة والجنوب اللبناني. أن عقد هذه القمة للمرة الثانية في الرياض خلال السنة وفي نفس الموعد لمراجعة إنجازات القمة الماضية وما تم على أساسها وبحث ملفات جديدة تضاف إلى حرب غزة وتحديدا حرب لبنان وما يتعلق بوكالة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وما تعنيه من حق العودة للشعب الفلسطيني، تأتي جميعها في توقيت في غاية الحساسية، وهذا التوقيت يستمد حساسيته من وجود رئيس أمريكي جديد ومن توسع الحرب في كل الإقليم والمنطقة، وأيضا من احتمالات تمدد الحرب ودخول إيران كطرف مباشر فيها وما يعني ذلك على
على أمن الإقليم. علينا اليوم أن نشير بكل صراحة إلى أن الإنسان العربي يعني ينظر بتشكك دائما إلى أي قمة تحدث في أي مكان في العالم العربي والإسلامي، ولكن هذه قمة فارقة وفاصلة ومهمة. نحن نعبر تاريخا وتوقيتا في غاية الحساسية، ولربما ما تقوم به المملكة العربية السعودية من حشد وتجميع لكل هذه القوى العربية والإسلامية بما تمثل مكانتها الوازنة أمر مهم جدا. وأنا أتوقع أن ما بعد على القمة سيكون هناك جملة مبادرات وتوافقات من أجل الوصول إلى مستهدفات هذه القمة، التي من أبرزها كما أشرت لك وقف الحرب في هذه المنطقة وإغلاق الطرق في وجه تمدد هذه الحرب حتى لا تتضرر كل هذه المنطقة، بما يعني ذلك على أمن الإقليم والملاحة والنفط وسلامة حياة الشعوب في هذا الجزء من العالم العربي. الحقيقة أنني سعيد بتواجدي هنا المرة الثانية لحضور هذه القمة الاستثنائية، القمة العربية والإسلامية التي دعت لها الرياض. الرياض اليوم هي عاصمة القرار العربي والإسلامي بامتياز، وجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هي جهود عظيمة في خدمة قضايا الأمة جميعا وخصوصا قضية فلسطين. ولقد قدمت المملكة لفلسطين حاضراً وتاريخياً ما لم يقدم لها أحد من خلال الدعم اللامحدود سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً وإيقاظياً. وهذه القمة لها رسالة واضحة أيضاً إلى العالم أجمع وأيضاً إلى المعتدين الصهاينة من أجل إيقاف هذه المجازر، إيقاف هذه الحرب، إيقاف هذا الاعتداء على إخوتنا في فلسطين في غزة وكذلك الإخوة في لبنان. فهذه القمة جمعت العالم العربي والإسلامي في هذا في عاصمة استثنائية هي عاصمة هي الرياض، وفي عاصمة استثنائية أيضا المملكة بحكم البعد التاريخي والديني والروحي لا قيادة العالمين العربي والإسلامي، وهي تتجسد في هذه القمة في نسختها الثانية. ألف تحية شكر واحترام وتقدير لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري وفريق العمل الذي يعمل معه على هذه الفكرة المبتكرة، واحة الإعلام، يعني منذ إقرارها إلى اليوم في كل المؤتمرات وفي كل القمم وهي جالسة تقدم عمل عظيم جدا. والأهم من هذا إنها تعطي صورة مشرقة ومضيئة ولامعة وجميلة للتطور الإعلامي والجهود الإعلامية السعودية اللي تبذل لمين؟ لكل الإعلاميين اللي يجون من كل مكان في العالم، من العرب، من المسلمين، من كل مكان في العالم. على اختلاف القمم اليوم واحة الإعلام جالسة تقدم تسهيلات، مكان جميل، تقدم كبير في المجال الإعلامي، بيئة رائعة جدا ليمارس كل إعلامي مهمته وعمله الذي جاء من أجله. هذه الفكرة جميلة، استمراريتها صارت مطلب كبير وجميل، وبنشوفها من أجمل إلى أجمل يا رب. بنروح إلى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معكم في هذه الحلقة الخاصة من يا هلا عن القمة العربية الإسلامية. We'll be right back.